يقولون علي بنالها بيت الأحزان برا المدينة، إذا أرادت أن تبكي تمضي إلى ذلك البيت فتبكي على أبيها، وكل يوم عندها شكاية فاطمة تقول لأبو يا قومك ما رعوني وخلاف عمرك مرمروني، حتى من البج عليك امنعوني، وبر المدينة طلعوني. ترى مو بس أخذوا نحلتي أبويا، مو بس هجموا علي داري، مو بس أنبتوا البسمارة في صدري، مو بس أسخطوني محسن، خرجت من خلفهم أصيح وأنادي خلوا ابن عمي. أولاك شوفوا بالدعاء راسي وأشكو لله شجوني، بويا آمر على عبده وضربني من ضربته للقاع ذبني، لانكسر قلبه ولا رحمني، بويا ومن هالناس ما واحد حشمني. ما علي بني فاطمة، اصبري وصابري، ان لحوقك بقريب، انت اول القوم لحوقا بي. يقولون ترجع الى الدار، لكن على اي حالة؟ منهدة الركن، محمرة العين، مكسورة الضلع، تبقى على فراش المرض. المريض، أسألك بالله مولانا، المريض مو يتقلب على الفراش؟ الإمام الصادق يقول جدتي فاطمة باتت بقية حياتها لا تنام إلا على جنب واحد، بس على جهة واحدة تنام. ليش يا ابن رسول الله؟ قال لأن اللئيم كسر أضلاعها، بقيت على الفراش إلى آخر حياتها. يدخلون أولادها كانت تمنحهم لا ترتموا على حجري، ما أقدر. تدرون بالذي جرى علي؟ تدخل عليها زينب عمرها 5 سنوات يا ناس، 5 سنوات زينب عمرها، تجي تركض تريد ترتمي على حجر أمها. اليوم إذا واحد عنده بنت عمرها 5-6 سنوات، مو أول ما تقبل الأم ترتمي في حجر أمها؟ كانت تمنع فاطمة بني زينب لا ترتمي على حجري. ليش أمه؟ أما تعلمين أن اللئيم كسر أضلاعي؟ تلتفت زينب تقول إلى أمها: أم فاطمة يم زينب، أني زينب بضعة حيدر الكرار. مقبولة منك، بس كلكم شباب شباب، وين صحتكم؟ ويا فاطمة يلا ما طول عليك، أريد نعزي فاطمة وزينب. ها يم زينب، أني زينب بضعة حيدر الكرار، جيت أجمد الأطماء واحضن بضعة المختار. أني بالحجرة كنت أسمع صوت أصيات تتلوى، كأني سمعتك تصيحين جنيني سقط بالقوة، وجايبكي ونادي حسين يا زينب أمنا في غشوة، تعالي نيل حق عليها وجيبوا ياك لأخمار. اسمعي أمه فاطمة، أنا شفت كل شي بعيوني وعرفت الذي جرى عليك، رفعت خماري عن راسي وجيت أتبع أخوي حسين، لأن المرتضى ينادي وش بيدي على الضلعين، رجع خمارك براسك ولا تزيدين لي لونين، أنا مقدار أعايل ليك يا زينب بلي أخمار. الله يا علي، ما تقدر تشوف زينب بالأخمار داخل الدار ويا أخوتها وإياك موجود يا علي؟ يا بنتي والله مشتاقة أضمك يا بعد عمري، لكن العدو الملعون بالعصر هشم صدري، وعذري ماثل قبالك يا زينب طالع وعذري،
من البسمار ما أقدر أسولف ليش من المسمار أحس حيني يا بنتي حان قربي لي نور العين وصية عندي لك لازم تسمعيها يا بنتي زين لظهر العاشر محرم عام 61 تنفيها قبل الحسين لا يجهز إلى الكفار إيش عندك يا فاطمة وصية على الحسين زينب توها 5 سنوات عمرها شي توصينها أكو وصية جدا مهمة بني زينب وهذه لازم تبلغك هذه الوصية لابد أن تبلغك هذه الوصية أويلي قبل لا يجهز المظلوم قبلي قلبه نحرة لأن قلب هذا راح يخليك تصرخ وحسين عاد ولا تقعد ساكت ها أويلي قبل لا يجهز المظلوم قبلي قلبه نحرة لأن قلبه بمثلث بنزعة من خرس ظهره وتالي الشمر يا زينب بيتربع على ويفري من حرق بالك ورجله تفحص بلوعار يا بنتي سهمي المثلث هو بالأصل بسماري وبخيامك بتلهب نار أصلها من حرق داري وانت بتشفك خمارك وانا من بابي خماري وقيد اللي على السجاد نفسه قيد حامل جار لو ما الأول ما دخل في بيت حيدر ما حد على زينب يطب الخدور يقدر تشف اللطم هذيج هذي بصوت كسار ونار انورت بالباب تسعر بالصياوي كان فاطم يا خلق كسرة وضلعها زينب مشت للشام والأيتام هذيك الأول من إرث بوها منعها وخاذي منعوها لا تجي يم جثة حسين إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها صل اللهم على الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وفرج عنا فرجا عاجلا غير آجل كلمح بالبصر أهو أقرب من ذلك يا كريم اللهم اشفي مرضانا لا سيما المنظورين ومن خصصناهم بالدعاء يا الله رد غائبين سالمين غانمين لا فاقدين ولا مفقودين وعجل لوليك الفرج وسهل له المخرج واجعلنا من أنصاره وأشياعه والمستشهدين تحت لوائه وابعث ثواب ما قرأناه إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات لا سيما من مضى من أهل هذا الجمع وخدمة الحسين الماضي لهم جميعا نودي ثواب الفاتحة مع الصلوات.